هاك بلاك هي عبارة عن آلة تستخدم لتقطيع الأخشاب، حيث يتم وضع الساق الكبيرة الخاصة بالشجرة الكبير داخل هذه الآلة، وتحتوي الآلة على شبك خارجي ليمنع سقوط الخشب خارجا ويمنع أي شيء من أن يتطير في الهواء. ثم بعد ذلك تقوم الآلة بتقطيع هذا الساق لقطع صغيرة، ويتم تمريرها على القطع الخشبية التي تم قصها عبر اليد الخاصة بالآلة، ليتم وضعها داخل الصندوق الخاص الذي يتم وضع كل القطع الخشبية المقصوصة بداخله، ويتم تمرير الآلة بقص الأخشاب بكل سهولة بسبب المنشار القوي الخاص بها، والذي يقوم أولا بقص قطعة مدورة من الساق، ثم بعد ذلك يمرر هذه القطعة إلى الشفرات الخاصة بالآلة، والتي تقوم بتحويل القطعة المدورة إلى قطع صغيرة كما شاهدنا. ثم تقوم الآلة بتكرار العملية حتى يتم الانتهاء من الساق كاملة، ويتم تمرير القطع المقصوصة عبر يد الآلة إلى صندوق. وتمتلك الآلة ما يشبه متر للقياس، حيث أنه من خلاله يتم تحديد طول القطعة الخشبية التي سوف يتم قصها من القطعة الكبيرة. وقبل البدء بالعمل يقوم عامل بالإشراف على الآلة والتأكد من أن جميع أجهزتها متكاملة وغير ناقصة، وأن الآلة على تم الاستعداد للعمل. وبعد التأكد يتم البدء بالعمل بعملية قص الأخشاب. يتم هنا تمرير بعض ثمار الأشجار التي تم حصدها من الأشجار عن طريق هذه الأشجار، وتبدو أنها ثمار أشجار الزيتون، ويتم تمريره على هذه الآلة الطويلة لكي يتم مدها على شكل جبل عملاق من هذه الثمار. وهذه طريقة أفضل بكثير من أن يقوم العمال بصف هذه الثمار، فإن العمال لن يستطيعوا صفها بهذه الطريقة، وأيضا سوف تسقط منهم ولن يكون شكلها مرتبا أبدا. أما هنا فقد تم صناعة جبل كبير من هذه الثمار، وبعد الانتهاء من الجبل الأول نزلت اليد الخاصة بالآلة ولتقوم بعمل جبل أمام الأول بنفس الطريقة التي تم صف الجبل الأول فيها. وأيضا قامت الآلة بالمرور بقطعة من الأرض تحتوي على أشجار الجميز، وقامت بقطفه جميعه، وتم وضعه داخل شاحنة كبيرة ليتم وضعه داخل المستودع الخاص بذلك. وبعد أن تم نقله تم وضعه على هذه الآلة ليتم صفه على هذه الطريقة في جبال مصفوفة فوق بعضها البعض عن طريق اليد المتحركة الخاصة بهذه الآلة. شاهدوا كيف تم ذلك. أرغاس، هل تشاهدون هذه الكمية الكبيرة من السيارات التالفة الملقاة على الأرض فوق بعضها البعض؟ جميعها في انتظار إلى أن تتحول من سيارات إلى فتات سيارات عن طريق هذه الآلة التي يتم وضعها داخل السيارة التالفة في المنطقة العلوية، فتدخل السيارة إلى المفرمة الخاصة بالآلة التي تقوم بتحويل السيارة إلى قطع من الفتات الحديدي، وبعد أن يتم تفتيت السيارة فتتحول إلى قطع فتات أو قطع حديدية برية قليلاً، أي أنها أكبر من الفتات. فتمتلك هذه الآلة منطقتان لتمرير، حيث يتم فصل الفتات الحديدي إلى جزئين، منطقة يتم فيها تمرير الفتات الصغير عليها، والمنطقة التالية يتم تمرير القطع الحديدية الأخرى عليها. ثم يتم تكوين كل الكمية من الفتات على الأرض في جزء لوحده، وهي الآلة الآن تقوم بتفتيت شاحنة بيضاء كبيرة لتحولها إلى فتات صغير مثل بقية السيارات السابقة، لتجعلك الآلة تشعر كأنها تقوم بتفتيت ألعاب صغيرة وليس سيارات كبيرة الحجم وحديدية. كولومبيا اندستريز، يتم هنا باستخدام هذه الشاحنة رفع هذا الكونتينر الكبير في الهواء، والذي يحتوي بداخله على كمية كبيرة من الرمال، ويتم رفع هذا الكونتينر إلى أقصى ارتفاع ممكن، ثم يتم فتح الباب الخلفي له ليتم إنزال جميع الرمال الموجودة بداخله على الأرض، ويتم رفعه بهذا الارتفاع حتى تنزيل جميع الرمال ولا يتبقى بداخله شيء. وكما تشاهدون فإن الرمال تنزل محدثة كمية كبيرة من الغبار،
وبقي الكونتينر ينزل في الرمال إلى أن تم الانتهاء منها جميعه وأصبح فارغا. ستاين ويندنر. يتم هنا جمع كميات كبيرة من التبن داخل الشاحنات هذه، ولكنه يكون خشنا بعض الشيء، فيتم إفراغ كمية هذا التبن داخل الشاحنة هذه التي تحتوي على أداة لولبية تقوم بتحويله إلى تبن ناعم جدا في ثواني، ويتم تمريرها داخل الآلة التي تحتوي على منطقة لغسله بالماء، ويتم تجفيفه أيضا، وبعد ذلك يتم تجميعه ليشكل لدينا قطعا إسطوانية الشكل، ويتم تغليف هذه الإسطوانة أولا على شكل إسطواني، ثم يتم تمرير الاسطوانة إلى منطقة أخرى للتغليف ليتم تغليف الجوانب الخاصة بها، ويتم وضع كمية كبيرة من ورق التغليف على جوانب الاسطوانة، ثم بعد ذلك يتم إنزالها من الشاحنة على الأرض لتقوم شاحنة أخرى بالمجيء لأخذ هذه الاسطوانة ووضعها في شاحنة أخرى للنقل، ويتم نقلها ووضعها بجانب ما تم تغليفه مسبقا من هذه الاسطوانات، ثم تعمل الآلة ليتم عمل اسطوانة أخرى من هذا التبن. بلاسر انديا. يمر هذا القطار العجيب هنا عبر سكة الحديدية، ولكنه من شكله ليس كأي قطار عادي، إنه قطار مختلف حيث يحتوي على الآلة معدات ضخمة في الداخل، وهذه الآلات والمعدات خاصة بإصلاح السكك الحديدية الخاصة بالقطارات، فكما تشاهد هنا فإن السكة الحديدية هذه تالفة وتحتاج إلى إصلاح، فيتم جلب هذا القطار العجيب لإصلاح هذه السكة التالفة، حيث يقوم القطار بتحديد المنطقة التالفة من هذه السكة ثم يبدأ بعملية الإصلاح، وهنا قد بدأ من البنية التحتية الخاصة بهذه المنطقة من السكة، حيث أولا بدأ بعملية حفر أسفل السكة، وبعد الحفر قام بمد كمية كبيرة من الحصى الصغير اللازم أسفل السكة الحديدية وتغطيها بهذه الحصى، ثم بعد ذلك يتم حفر الحديد اللازم لمرور القطار فوقه، ويقوم العامل هنا بتفريغ الحصى الزائد من أسفله، ثم بعد ذلك يتم سكب كمية كبيرة من الرمال على جانب السكة الحديدية لتغطية الأجزاء التالفة أيضا منها، ثم بعد ذلك يتم تكسير الحصى الكبير إلى حصى صغير ليتم استخدامه في عملية الإصلاح هنا، فيتم أخذ كميات من الحصى الكبيرة ويتم إدخاله إلى الآلة ليتم تكسيره وتحويله إلى حصى صغير، ثم بعد ذلك يتم سكبه على الأرض. تويوتا أندسترز. يتم هنا صناعة الورق الملون باستخدام هذه الآلة، حيث يتم وضع الورق المراد تشكيلها باستخدام الآلة في المنطقة المخصصة لذلك في هذه الآلة، التي تعتبر عبارة عن مجموعة من القطع المصفوفة خلف بعضها البعض، والتي تحتوي بداخلها على ألوان مختلفة لتقوم بالطباعة بها على الورق، ويتم تحديد التصميم المراد طباعته على الورق باستخدام الشاشة الجانبية للآلة، فيتم تحديد التصميم وبدء تشغيل الآلة على قطع الورق الفارغة التي تم وضعها في الآلة ليتم تشغيلها. أربوركو.
يقوم العمال بمد اليد الخاصة بهذه الآلة الكبيرة والتي تحتوي على 4 شفرات كبيرة تستخدم في الحفر، ويتم هنا غرز شفرات هذه الآلة داخل الأرض أسفل شجرة النخيل، ويتم مد الشفرات إلى الجذور الخاصة به، وتبقى عملية المد إلى الوصول إلى الجذور النهائية للشجرة. وعندما تشاهد دخول هذه الشفرات إلى الأرض قد تستغرب بأنها سوف تقوم باقتلاع هذه الأشجار الضخمة، ثم بعد وصول الشفرات إلى الأرض تقوم باقتلاع الشجرة وإغلاق الشفرات أسفلها لضمان عدم وقوع الشجرة منها، ثم تقوم الشاحنة بحمل الشجرة وتثبيتها على سطحها من الأعلى، ثم بعد ذلك تقوم الشاحنة بالسير لتقوم بنقل النخلة إلى الأرض المليئة بالنخيل. وكما تم اقتلاعها قبل قليل من الأرض، يتم غرسها هنا في هذه الأرض بنفس الطريقة، حيث يتم إدخالها في أرض بواسطة الشفرات، ثم بعد وضعها يقوم العامل بإخراج الشفرات خارج الأرض وترك النخلة وإزالة الحاجز عنها، وهكذا تكون النخلة زرعت في المكان المناسب لها.